السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد بسطيلة ديال الدجاج والحوت كنديرها في الدار. اليوم حنا مجموعين قلت نديرها للغدا. غادي نعطيكم مقادير مع طريقة التحضير. هنا حطيت كل شيء، ما قديت شحال من حاجه قبل ما نبدا نصور، ولكن غادي نبداو بالشرموله هي الاولى لان غادي نستعملوها في شحال من حاجه في هاد البسطيله. الشرموله فيها قزبر ومعدنوس مقطعين مزيان، فيها الثومه، انا هنا درت شي 6 ديال الدروس ديال الثومه، فيها هذاك الحامض مصير. نورمالمون كندير غير نص حامضه مصيره، دابا ملي كنت كنطيب ما لقيتش الحامض، شفتو نخرج نجيبو. هذه اللي قام اللي تنديرو، هذا القزبر، كندير واحد المعلقه صغيره ديال القزبر، شويه ديال البزار، معلقه ديال سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وكنزيدو القامه ديال البسطيله والقامه ديال الحوت، راهم كيتباعوا موجودين عند العطار. غنديرو هادو كاملين، نديرو هادو لي صوص اللي تندير فيها. تنزيد كندير واحد معلقه ديال مطيشه ديال الحك، وكندير معاها معلقه ديال واحد لاصوص، هذيك اللي كتبان بحال ليمونيه، واحد لاصوص كتكون حلوه وحاره او ميم طون، وكندير شويه ديال لاصوص باربيكيو. لا كاينه ديروها، لا ما كايناش ما ديروهاش، انا كتجيني كتبنن. وغادي نزيدو مازال السوجه وسط من هادشي. ايوا كنبداو بالقزبر ومعدنوس، المهم تنخلطو هادشي كامل، قزبر ومعدنوس، ديك القامه اللي قلنا. غادي نزيدو الحامض مصير، غنديرو غير النص ديالو، نردو البال مع الملحه لان هادشي كله غادي يكون مالح. ومازال غادي نديرو الضامه ديال الحوت، نردو البال تنخلطو عاد باش نشوفو. ثوما انا هنا راه غلطت، درتها كامله ولكن راه عاود خديت منها واحد شويه باش غادي نقلي فيه داك الكروفيت. موراها غادي نزيدو لاصوص، دوك لي صوص بلوتو، ماشي غير لاصوص، هادوك لي صوص. بالي بحال شي وحده نسيتها، الهريسه هي اللي نسيت، ما قلتش لكم واحد المعلقه ديال الهريسه. من بعد عاد باش نعاود نقادو نشوفو الحار، انا ما تنبغيش ندير الحار بزاف، مع غادي ياكلوها معايا الدراري، ما تنبغيش ندير الحار بزاف. واحد جوج معالق ديال السوجه، ها وحده وها جوج، صافي. والطامه ديال الحوت راه كنت نسيتها عاد باش مشيت نجيبها. هذا زيت العود، واحد نقول واحد نص كاس ديال زيت العود. الحامض انا ما لقيتوش، في الاخر غادي نزيد الخل، ما كنتش لقيت الحامض، شو انا فين كنتعلق. يلا ما مولفاش، خاصني نبدا نوجد المقادير عاد باش ندير. دابا تا كنكون كنطيب وكنبدا كنتفكر، صافي. وغنزيدو نخلطو كلشي مزيان ونخليهم على جنب، لان هادو هما اللي غادي نحتاجو. غنحتاجو هاد الشرموله باش غادي نطيبو الدجاج، باش غادي نزيدوها شويه في الكروفيت، وهي باش غادي نخلطو البسطيله في الاخر. الدجاج، الدجاج كيف دايما، هادي بصله مقطعه مزيان مشلضه، مع شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الحامض مصير، شويه ديال الملح، غير شويه كيف قلت لكم، خصنا نردو البال نزيدو الملح، مع خرقوم، مع سكينجبير. وغادي نزيدو هذا غير صدر ديال العدان، هو اللي كان عندي. الا عندكم دجاج ديرو، الا عندكم غير صدوره ديروهم، المهم الا درتو الدجاج راك عارفين غادي ملي غيطيب غادي تحيدو لي غاديك الحيمه ديالو، تحيدو العظم. انا ملي تيكون عندي بحال هذا تنديرو، تيجيني سهل.
مهم هو اللي كان عندي هاد الساعة، هو باش هو اللي درته. مهم سنخلطوا هاد الشي مزيان مع الإقامة، مورا كنهزو واحد المعلقة ولا جوج ديال هاد الشرمولة حتى هي كنزيدوها، وكنزيدو معرفتش انا واش درتها هنا ولا حتى من بعد. المهم كنزيد واحد شويه ديال الاقامه ديال الحوت باش كنحيدو شويه ديك البنه ديال الدجاج. من بعد راه غادي نزيد لاموطارد على ود الزفوره ديال الدجاج، واحد المعلقه ديال لاموطارد. نخلطو كلشي، ما كنشحرهاش لان هذا بيبي كيكون شويه ناشف، ما تنشحرش البصله وهذا وعاد باش كنحطهم يتشحروا. كنخلط كل شيء، انا الهدف ماشي انهم يكونوا محمرين، هذا ماشي دجاج محمر، هذه بسطيله خصهم يكونوا طيبين وصافي، ودخلهم داك يدخلهم ديك الاقامه اللي غادي ندير. وهنا في نفس الوقت غادي ناخذ واحد المقله غنشحر فيها شويه ديال البصله وشويه ديال الثوم، شويه ديال المقله العجيبه ديالي ما تبقاش في اللوحه، كتعجبني كطيب مزيان. صافي غادي نزيدو شويه ديال البصله، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه، وواحد شويه ديال الملح، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وغادي نخلطو فيه. وهذيك لاصوص دائما هذيك الشرموله اللي درنا ديال البسطيله ديال القزبر ومعدنوس غادي نشدوها، غادي نزيدوها حتى هي على هاد الكروفيت ونخليهم كيطيب. ما نطيبوش بزاف حيت مازال غادي نديروه في مثلا غادي نديرو في بسطيلة في الفران. هادي الفيرميسيل ديجا وجدتها، خديت هادوك غنوريكم من بعد الماركة ديالها، ثلاثة ديال ثلاثة وشي حاجة ديال لي بلوك ديال الفيرميسيل. هادي كناخد هاد الماركة ما كتعجنش، كناخدها من مرجان. شديتها وفزقتها في المطايب كيف دايما وصفيتها وقطعتها. هذا شامبينيون نوار اللي كيتباع في مرجان اللي عند العطار، واحد جوج دراهم هكا هذا اللي هذا القياس اللي درت، حتى هو كيبات في الماء باش كيحيد منه داكشي اللي وسط منه. انا مع زربانه درته مع الصباح حتى الصباح هذا باش درته في المطايب وخليته باش كيطلق وصلته مزيان وقطعته. وهذاك الشامبينيون المعلب العادي، هذه الماركه اللي كناخذ من مرجان سميتها الخيرات، كدير واحد 16 درهم. كاينه واحد الماركه اخرى غلا منها كدير 32، انا كتجيني قاصحه في الثمن. هذه مزيانه كتعجنش. هذا الكروفيت اللي حمرناه في ديك الاقامه وديك ديك لاصوص ديك الشرموله اللي غادي نديرو. وهذه المقيلانيت هي اللي غادي نقليو فيها هذاك الشامبينيون، نشحرها واحد شويه فيها، نزيدو فيه شويه ديال زيت العود وصافي. ملي غادي تشحر نعاود نحط واحد خوتو باش نعمر هاد البسطيله العجيبه. هذا واحد شويه ديال الفرخ غادي يكون واحد نص كيلو، شديتو قبل ما نبدا شديتو درتو في الفران، درت فيه واحد شويه ديال زيت العود، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال هذيك لاصوص هذيك الشرموله العجيبه. شديتو درتو في الفران وخليتو حتى طاب خليتو حتى طاب. غنحيد ليه هذيك العضيه ملي كيكون الوسط صافي، مورا غادي نفرتو وغادي نحطو باش غادي نخلطو. يا اما كديروا هذا يا اما انا ما تنبغيش ندير الميرنا، ما كتعجبنيش البسطيله. الا تقدروا ديروا الرايه حتى هي مزيانه لان زين بها الشوك. دوك العظيمات حتى هما كتحيدوهم، ولا اي نوع ديال الحوت بيض اللي كان عندكم. انا اللي عندي بعدا كنديرو، ولكن كنبغي هاد الفرخ والرايه كيجيوني ساهلين وكيكون فيهم الهضره وكيكونوا مزيانين. الا بغيتو تبخروهم باش كيبقاو رطبين، انا ما تنبغيش ديك ملي كنبخرهم كتبقى عاطيه ديك الريحه ديال الحوت، ما تنبغيهاش حركه، كنديرو في الفران وصافي. كنجيبو شي حاجه كبيره فاش غادي نخلطو، كنخلطو كلشي فيرميسيل والحوت والكروفيت والشامبينيون نوار والشامبينيون العادي، وغادي نزيدو عليهم هذيك الشرموله وغادي نحركو كلشي مزيان ونعاود ندوقو نشوفو واش مازال خاصها شي حاجه، واش خاصها الملحه ولا الحار ولا شي حاجه. الدجاج هو الدجاج خصو ينشف مزيان، ما خصناش نخليو فيه الماء.
انا ملي كنصاوبها بالليل راني كنشدها كنديرها في كسكاس وكنغطيها وكندير تحت منها شي حاجه وكنديرها في الثلاجه باش يلا كتنشف ليا، باش الا كان شي سوائل ولا شي حاجه ما كيفزكوش لينا الورقه ما تيخسروهاش لينا. هنا راه عاد تفكرت الحامض، شديت الخل، واحد الخل عندي هنايا داك بحال سيترون كيتباع في مرجان وفي بيم وداكشي، هو اللي شديت درت منه صافي وغادي نخلطو كلشي. هادي اللاطه اللي خدمت هي ديال فران ايتيمات، هذاك الكبير ديال 60 متر، راه هادي ديالتو صافي. كنغلفها، كنخاف انا دائما كنخاف اللاطه كتلصق، لا لصقات لك البسطيله صافي كيمشي لك كلشي. صافي كندير فيها البابي وورق الطهي وكندهنو بشويه ديال الزيت، فين انا كناخذ كاع الاحتياطات باش ما تلصقش، وكنلمطها بحال هكا. هذيك البلاصه راه بقات ليا خاويه، داكشي علاش زدت وحده الوسط، اما دابيتود ما تنزيدش وحده الوسط، زدتها الوسط صافي. غادي نعمروها في الجنيبات، انا شفتو كنخلط كلشي، ما تنديرش هذيك الطريقه ديال الفيرميسال بلي قامه وداكشي مورا نستف الحوت فوق منها، ولا انا كنخلط كلشي. هادي راه هادي غمقت عليكم فيها شي شويه، زدت الفومي، قطعتهم طريفات وزدتهم فوق من زدتو فوق من هذاك الشيء، وزدت الموتزاريلا محكوك وفرماج حمر محكوك، كنسدو بالبيض، هذاك البيض كنسد الجنيبات وداك الشيء بالبيض باش ما يتهزوش ليا ملي يكونوا كيطيبوا. ومورا غادي نزيد واحد الورقه الفوق حتى هي. هذوك التنيات راه سرحتهم، ما عرفتش انا علاش هنا في الكاميرا كيبانوا ليا ما مسرحينش، راه شديتهم سرحتهم لان الا كانوا متنيين هذاك الشيء ما غاديش يبغي يطيب ليكم، غتبقى معجنه من الداخل، خاصها تتنى مزيان موراها كتلمض كي كنقولوا مزيان. نردوا البال مع دوك الجنيبات اللي فيهم البابي، حيت بعض المرات كانوا كيتغلطوا ليا انا، كيتخشوا مع البسطيله في الاخر كتحل ليا، خاصها تكون مسدوده مزيان، وكندير البيض حتى في الجناب باش كيلصق عليها. وموراها غادي نثقبوها بالكوردون، انا ما لقيتش كوردون، راه درت فرشات جاتني فيها بزاف، عاد وانا نثقبها بهذاك الموس، هادي خفت على تخرج لي هذيك القامه ديالها، ثقبتها بهذاك الموس ودهنتها مزيان بالبيض ودخلتها الطيب على فران مهيل على عافيه مهيله. انا عندي فران ديال الضو درت 150 درجه، ودرتها الوسط وخليتها من الفوق ومن التحت، وصرتو مع البال باش ما تحمرش ليكم بزاف. وها هي منين خرجتها من الفران راه ما تحلاتش، شديتها قلبتها، ما بينش يكون فاش قلبتها خفت على طيح، قلبتها عاود درت عليها الفوق، شعلت عليها الفوق باش تحمر شي شويه، وموراها قلبتها في الطبسيل وزوقتها بالفومي وشويه ديال الكاشير وفرماج وهذاك شويه ديال الكرافات اللي خليت وشويه ديال الهريسه. وبالصحه والراحه، نتمنى تعجبكم، جربوها راه تجي لذيذه، وقولوا لي شنو كاين في التعاليق. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرة بقاو فيا باغيين ياكلوا، انا تنقول لهم بلاتي حتى نصور، بلاتي حتى نقطع ونصورها كيف جات من الداخل.